في إطار تعزيز السلطات المحلية لحملاتها للمراقبة وتوعية الساكنة بضرورة الالتزام بالقواعد الاحترازية وتدابير السلامة والنظافة من أجل وقف تفشي وباء كوفيد-19 والذي سجل خلال الأيام الأخيرة وتيرة مرتفعة. تعرف مدينة الراشدية تنظيم حملات تحسيسية وتواصلية مكثفة حول الوقاية من جائحة كوفيد-19 وضرورة تطبيق التدابير الموصى بها في هذا المجال. تنعرفوا الناس المواطنين ديال الرشيدية بانه واحد الوضع شي شويه مقلق، وراه كاين الحالات كثيره في اقليم الرشيدية والنواحي. هذا الشيء راجع من طبيعه الحال ان الناس ولاو استهانوا بهذا المرض هذا، ولاو استهانوا بالاحتياطات اللازمه. ومره اخرى كما تنقول ديما ان الكره عند المواطنين، راه الفيروس مازال موجود في كل مكان. الكره دائما تنقول عند المواطن باش يرد الاحتياط. هذه الحملات التي تنظمها السلطات المحلية بحضور الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والمجتمع المدني تروم إبراز أهمية تبني سلوك سليم والتحسيس بمخاطر فيروس كورونا المستجد والتحذير من التراخي بالإجراءات الاحترازية المتخذة تفاديا للإصابة به. حسينا بأن هناك استهتار ديال المواطنين للخطورة ديال هذا الوباء، مما دفعنا الى القيام بمجموعه ديال العمليات التحسيسيه. واليوم خصيناه اليوم هذا النهار هذا باش قدر مع بيتنسق مع المقاطعه الاولى تحت اشراف السيد القائد والسلطه ديال الباشا باقليم الرشيدية مدينه الرشيدية. فريمون الوضعيه راه حرجه في بلادنا، ويوم على يوم كنشوفوا الاعداد نتاع الموتى اللي كيتزادوا، الضحايا نتاع هاد لا بانديمي كوفيد 19. ولهذا دونك اللي كنلقاوهم ما عندوش كماما كنعطيوها ليه ومع بعض الارشادات. وقد اعتمدت السلطات المحلية العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية، والتي من بينها تعزيز نقاط المراقبة الأمنية ببعض المناطق الرئيسية للمدينة والتنبيه إلى ضرورة ارتداء الكمامات بالنسبة للسائقين وأصحاب الدراجات والحافلات. وتهيب السلطات المحلية بالمدينة بجميع المواطنات والمواطنين بضرورة الانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية والمصالح الصحية من أجل احتواء هذا الوباء.